تفاصيل سرية تكشف للمرة الأولى عن ياسمين عبد العزيز. تزوجت سرا قبل أحمد العوضي وتعرضت للضرب المبرح من ابنة فنان شهير بسبب هذا الموقف المخجل. ياسمين عبد العزيز بدأت منذ الصغر بالتمثيل في الإعلانات، وذلك عن طريق صديق لوالدتها، والتي كانت تمتلك وكالة للإعلانات حتى أصبحت محترفة في الإعلانات. ولدت ياسمين عبد العزيز في مصر في شهر يناير من عام 1979، وكانت تدرس في الأكاديمية الحديثة. بدأت منذ الصغر بالتمثيل في الإعلانات، وذلك عن طريق صديق لوالدتها، والتي كانت تمتلك وكالة للإعلانات حتى أصبحت محترفة في الإعلانات. بدايتها في عالم التمثيل كانت بعد ظهورها برفقة سميرة أحمد في مسلسل امرأة من زمن الحب، بعد أن أظهرت إمكانياتها العظيمة. كانت ياسمين عبد العزيز متزوجة، وزوجها هو محمد حلاوة، وهو من خارج الوسط الفني، وللزوجان ابن اسمه سيف الدين وابنة اسمها ياسمين. ولكنها تطلق في عام 2018 بعد زواج دام 17 عاما. وفي عام 2021 أعلنت ياسمين عن زواجها من أحمد العوضي. تميزت بشكل خاص في الأدوار الكوميدية، غالبا ما تأخذ ياسمين دور الفتاة الشقية. بقيت ياسمين عبد العزيز طيلة مسيرتها الفنية بعيدة عن الإعلام، فكانت قلما تظهر في لقاءات أو حوارات كما بقية الفنانين. في شهر يوليو عام 2021 خضعت الفنانة ياسمين لعمل جراحي أدى لدخولها في غيبوبة. ورجحت بعض المصادر أن هذه الحالة نتجت عن خطأ طبي أثناء العملية أدى لحدوث تسمم بالدم. لتخرج ياسمين من حالتها بعد حوالي 15 يوما من ركودها في المستشفى. قبل سنوات اشتعل الخلاف بين ياسمين والممثل هشام سليم بعد العراك الذي حصل بين ابنته والممثلة، ووصل الموضوع إلى القضاء، حيث تعرضت ياسمين عبد العزيز للضرب على يد زين هشام سليم آنذاك. وبعد سلسلة من الصراعات في المحاكم والتلاسنات بين كل من الفنانان ياسمين عبد العزيز وهشام سليم بعد عراك ابنة الأخير مع الأولى، وصدر حكما بحبس زين هشام سليم 3 شهور، استطاع نقيب الممثلين الفنان أشرف ذكي أن يصلح بين الطرفان. وبالفعل قررت ياسمين عبد العزيز التنازل عن دعواها بعدما اعتذرت لها زين.